إنه لمن دواعي سروري مشاركتكم الفرحة بافتتاح مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار. افتتح مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والذي جاء إنشاؤه بمكرمة سامية ليساهم في رفع المستوى الثقافي والفكري للمواطن العماني من خلال أنشطته وبرامجه وفعالياته النوعية. هذا المرفق يخدم ابناء المحافظة، كونهم بعيدين عن العاصمة مسقط حوالي 1000 كيلومتر يوفر لهم وسائل الحديثة للثقافة والترفيه والاهتمام والابتكار والعمل المشترك وتنمية المعرفة الذاتية والمجتمعية في إطار الوفاء والولاء والعرفان لباني هذه المسيرة وقائدها وباني نهضة عمان وسيدها جلالة سلطان قابوس حفظه الله ورعاه. وقد تم تشييد هذا الصرح الثقافي والفني والرياضي من منطلق الاهتمام السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بجيل الشباب، إيمانا من جلالته بأنهم محور التنمية وتقع على عاتقهم مسؤولية بناء الوطن والارتقاء بمنجزاته. افتتاح اليوم هو إذان ببدء تفعيل البرامج والاستعداد لها، لكن التفعيل الحقيقي والفعلي والسماح بممارسة الأنشطة والاستعداد التام لها سيكون مع بدايات يناير 2017، أيضا بعد حوالي شهرين تقريبا أو شهر ونصف بعد بداية السنة القادمة. يقع المجمع في ولاية صلالة ويتبع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني. يشتمل المجمع على 28 مرفقا ثقافيا ورياضيا وترفيهيا، حيث يتكون من مركز الأنشطة الثقافية والفنية ومركز الأنشطة البدنية والترفيهية ومكتبة عامة وقاعات للمحاضرات ومعامل للحاسوب وأحواض سباحة وصالات رياضية داخلية وملاعب خارجية. طبعا يأتي هذا الصرح استمرارا للعطايا صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، واستمرارا أيضا للنهضة الشاملة في كافة مستوياتها. يأتي هذا الصرح لخدمة أبناء المجتمع في محافظة ظفار بكافة طوائف بكافة فئاتها، ونحن سعيدون جدا بوجودنا هنا في هذه الاحتفالية. يشكل مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة منجزا آخر من منجزات النهضة المباركة التي شهدتها عمان في ظل العهد الزاهر لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار.